السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير دايما على قدومكم. النهاردة العمرة الثابتة، والله العظيم العمرة الثابتة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا رب اجعلني من اللي ربنا حطهم في الأرض عشان يصلوا الخير لأصحابه. يا رب اجعله في ميزان حسنات كل من عمل في هذا البرنامج. يا رب ارفعنا درجة عندك، واغفر لنا وتوب علينا وسامحنا وخفف ذنوبنا وجعلنا دعوة مستجابة، إنها أيام العتق من النار. أنا بكلم أحمد كحيلو زميلي العزيز وأخويا ورئيس القناة، قال لي كان فرحان جدا 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 جدا، وإن شاء الله الاحتفالية الكبرى يوم الجمعة ساعة على الهواء مباشرة لسحب الست عمرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا رب قدرنا نشوف هذه الآية. الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، مشاهدي الكرام، ومن دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى المنام بالليل والنهار. وهنا يا سادة أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قدرة. فالإنسان في حاجة إلى الراحة لينعم بالمعيشة ويسعى في ملك الله بالخير، فالنوم راحة للبدن. قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: إن لبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي لكل ذي حق حقه. هكذا قال أستاذ الحضارة والمدنية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالجسم يحتاج إلى الراحة بعد ذلك ليشتغل ويعمل. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعمل، ليس العمل طوال النهار وطوال الليل، ولكن يأخذ جسمه الراحة لينعى بذلك بالصحة والعافية. ومن آيات قدرته عز وجل منامكم بالليل والنهار، لأن هناك أناس بالليل يسهرون لحراستنا، حماهم الله عز وجل، ويسهرون ليأتوا لنا بالخبز، ويسهرون ليأتوا لنا بالنور، ويسهرون لينقلنا من هنا إلى هنا. فهناك أناس ينامون بالليل وهناك أناس ينامون بالنهار. يبقى من آيات قدرته عز وجل أن ننام بالليل والنهار، ثم بعد ذلك نبتغي نطلب من فضله، فخزائنه ملأة. والله عز وجل يفرح بالطلب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. احنا ندعو سبحانه وتعالى، وندعو له لأولادنا أن يتغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمته، وندعوه سبحانه وتعالى أن يعطينا من فضله. والله سبحانه وتعالى ليس بخيل، ربنا بيزعل لما ما ندعوهوش. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى يطلب من العباد أن نلجأ إليه بكلتا يدينا بالدعاء فيستجيب لنا، لأن خزائنه ملأة. والله سبحانه وتعالى من قدرته سبحانه منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. فإحنا نطلب منه وهو ما يزعل، ولكن خزائنه ملأة، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بس أهم شيء أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون طعامنا حلال ليستجاب لنا الدعاء. أيها السادة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قعدنا مشاهدينا الاعزاء الفرحه من القلب والله العظيم. انتوا مش متخيلين انا شريكي في هذا البرنامج كمان غير الاعداد والاخراج خميس عوض، يعني خميس عوض ما بيشتغلش كل الايام لكن بيجي عشاني انا كل الايام، مش عشاني انا، عشان ابتغاء مرضات الله وعشان هذا البرنامج، عشان امل صبحي. والنهارده بيقول لي واحنا بنتكلم بقول له شفت انا في مفاجاه كذا كذا، فقال لي وكنت عايزه ما تشتغليش البرنامج شوفي ربنا يعمل فيك ايه. يا رب الحمد لله رغم المشقه ورغم التعب ورغم كل حاجه. علا بقى بتقول لي ان شاء الله قبل ما هنيجي يوم الجمعه نلاقيهم 10 عمرات فعلا. يلا انا اتمنى انهم يكونوا 10 عمرات يا علا. ها عندك انت كم عمره؟ ربنا كريم. وناخد اول اتصال تليفوني. الو الو، اول اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أيوة اسمع حضرتك. ناديه ناديه السيد، اهلا بيك يا حاجه ناديه. اهلا وسهلا. اهلا بيك ان شاء الله صوره الروم الايه 23. شكرا لاتصال حضرتك. ناخد اتصال تليفوني اخر وما زلنا مشاهدينا على الهواء مباشره. نرصد كل اتصالاتكم التليفونيه وكل مطلوب اسم الصوره ورقم الايه. وخلي بالكم القران الكريم اكد مرارا وتكرارا على اهميه المياه وان المياه نقطه مياه بتساوي حياه. يلا نشوف مع بعض الاستاذه مروه عبد الباسط. اهلا استاذه مروه. ازيك يا استاذه امل؟ ان شاء الله صوره الروم الايه 23. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتيني حبيبتي. اهلا وسهلا، شكرا لاتصالك. وناخد اتصال كمان وما زلنا انا مش قادره اقول لكم عندي سيل 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 من الاتصالات والمكالمات يعني الحمد لله الحمد لله، يعني حاجه اكتر من رائعه. كم من التليفونات والمسجات، ربنا يا رب يكرمنا جميعا. ناخد اتصال. الو الو، رمضان رمضان. اهلا. الو السلام عليكم. اسم حضرتك يا استاذ رمضان؟ رمضان حسن. اهلا وسهلا رمضان حسن. ايه انا عايز الاسم الثلاثي. ها سوره الروم الايه 23. اسمك ثلاثي بقى؟ رمضان حسن علي. اهلا وسهلا، نورتني وشرفتني. ناخد اتصال اخر، ما زلنا مشاهدينا. اخر اتصال معانا ونقول الو الو الو. ها الو الو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اوكي اسم حضرتك؟ سارة عبد الجليل. سارة عبد الجليل، اسم السورة ورقم الآية يا أستاذة سارة. اسم السورة ورقم الآية. سورة الروم آية 23. سورة الروم آية 23، شكرا لاتصالك. وحالا نشوف مين اللي فاز معانا. ناديه السيد، الاستاذه ناديه السيد هي الفائزه معنا. وكمان من على الفيسبوك النهارده ناخد واحده بس، لكن من بكره هنبتدي ناخد ثلاث جوائز كل يوم عشان يوم الجمعه مش هيكون في جوائز. فمن بكره هناخد ثلاث جوائز، واحده تليفون لغايه اخر رمضان ان شاء الله، واحد تليفون واثنين فيسبوك. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، بحبكم جدا وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. كل من تبرع الهدى ابو المحاسن، ابو المحاسن هي الفائزة في الفيسبوك. انا مش عارفة اقول غير ربنا يخلي كل اللي دفع وكل اللي شارك وكل واخواتنا المسيحيين. انا رجل الاعمال المسيحي ده انا بقدره جدا، حتى انا قلت له تعالى شارك معنا في سحب العمرة مرضيش، يعني الحقيقة ناس بتتوارى كده. فكل الشكر لهم، اشكركم جدا، بحبكم جدا، ربنا يكرمكم ونشوف الفائز امبارح. عدنا على الهواء مباشرة مشاهدينا. كان في اثنين فائزين، الأستاذة ليلى كانت من الجيزة لكن طبعا هي ما جاتش،
تستلم جائزتها. فالجائزة بتوعها جد نخليها بس لغاية بكرة لعل وعسى انها تيجي، فهي موجودة. يبقى بكرة عندنا اربع جوائز على الهواء لو الاستاذة ليلى ما جاتش. اما حضرتك اتعرف على اسمك حاجة. محمد عبد اللطيف ابو سارة اللي هي الفائزة. اهلا وسهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. ودول 500 جنيه، ولو في اي حاجة حضرتك تحب تقولها على البرنامج يعني انا بشكر البرنامج وبشكر حضرتك، وكل سنة حضرتك طيبة، ودايما يا رب دايما حضرتك تدي الخير ودايما. الله يخليك الله يخليك، انتوا الخير كله. انا بستقي، انا وسيط فقط لا غير. بشكرك جدا وكل سنة وانت طيب، لكن عايز اقول دايما سباقة للخير. ربنا يعزك يا رب، كل ده يبارك لك في ولاد حضرتك. ربنا يعزك يا رب ويبارك فيك ويبارك في ولادك. كده مشاهدينا حلقتنا بتنتهي، لكن لقاءاتنا ما بتنتهيش. كنت بقول رمضان صعب السنة دي، لكن نفسي رمضان ما يخلصش والله العظيم. يعني على الرغم من المجهود الجبار الواحد بيعمله صبح وبعدين انا عندي برامجي بالليل تاني، الا ان صدقوني صدقوني حاجة الخير ده بيجي كده ما تبقوش عارفين منين. لكن اللي انا عايز اقوله دائما وابدا، ما بقوش خمسة لا دول ستة، ما بقوش خمسة لا دول ستة، وان شاء الله لغاية يوم الجمعة يبقوا 10 عمرات. يا رب يا رب اجعلهم من نصيب من يستحقهم. يا رب اجعلنا ان احنا نكون سبب في ان الناس دي تبقى مبسوطة، وتدعي لنا دعوة حلوة عند الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة المكرمة. الايام المفترجة دي اعتقرق بنا الدعاء ليس لي ولكن ادعو بظهر الغيب لكل من يعمل معي في هذا البرنامج. تحياتي، ما بقوش خمسة دول ستة، نفسي يبقوا 10. احنا دواء وداء، ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلتها دور على الاخلاق. قيم واخلاق طيبين موجودة منا من سنين، امرنا بيها الدين. الدين معاملة مشكلة بالحب والخير والسلام، حنبقى thank you.